السلام عليكم، يا رب تكونوا في احسن حال. من عنوان الفيديو كده احنا هنتكلم عن ازاي تلاقي شغل. طبعا الموضوع ده يعني قتل بحثا في فيديوهات كتيرة ومقالات كتيرة ومحاضرات ورش عمل، ولكن احنا هنا بنتكلم على ملخص للرحلة بتاعتك كلها هتبقى ماشية ازاي، وايه الحاجات اللي انت محتاج تكون بتعملها عشان تزود من الفرص اللي تجيلك عشان تقدر توصل للوظيفة المناسبة ليك. الاوضاع الحالية دلوقتي ما بقتش تستحمل ان حد يبقى قاعد في البيت، في فرص كتير بس مش دايما بتكون سهلة. هو الموضوع بنقول على الناس محظوظين، بس هي الناس مش محظوظة. هو فكرة تعريف الحظ ايه؟ هو جاي كله من توفيق ربنا، بس هو بيبقى عبارة عن انك تبقى محضر، انت جاهز وفي فرصة، فلما التحضير يقابل الفرصة بيجي هنا الحظ بتاعك، او ان انت تلاقي المناسبة، الحاجة الجميلة اللي تقدر انت تفيد فيها. طيب هنعمل ايه يعني عشان نوصل للوظيفة؟ في خطوات كتيرة قوي قوي، من اول ان انت اصلا تعرف انت عايز تشتغل في ايه، لان مش دايما الحاجة اللي انت اتخرجت فيها هي الحاجة اللي انت عايز تشتغل فيها، مش دايما الحاجة اللي انت درستها هي اللي بتشتغل فيها. ممكن اللي هي find your passion، وان كان ما بحبش يعني في الكلام ده ان هنلاقي شغفنا وهو ده بقى اللي هنموت نفسنا فيه شغل وبتاع، يعني احنا بنشتغل عشان الفلوس في الاخر، بس لو انت لقيت حاجة بتحبها ولقيت ان هي دي بتبقى مستمتع وانت بتعملها فجميل، يعني ان ده يبقى شغف بالنسبة لك. فالاول حاجة ان انت تحدد اصلا انت عايز. تاني حاجة بتبدأ تتعلمه، وما اكثر الفرص التعليمية دلوقتي. يعني لما بنتكلم على الناس اللي من قبل كده اللي هو مثلا يعني مواليد الثمانينات او السبعينات كده، الموضوع بيبقى كان بالنسبه لهم اصعب كتير ان هو يوصل للمعلومه وتروح مكتبه وتدور على كتب، واصلا انك تلاقي معلومه اونلاين كان الموضوع صعب جدا، ده لو انت اصلا عندك نت. كنا بندخل على اللي هو 037 5000 والنت يبقى بطيء والمعلومات بسيطه. دلوقتي لا، انت معاك طريق. طيب نرجع تاني. الفكرة دلوقتي ان مصادر التعلم بقت كتيرة، وعلى حسب الليرنينج ستايل بتاعك او اسلوب التعلم بتاعك، عايز تقرأ في كتب ومقالات طويلة، عايز فيديوهات هتلاقي في فيديوهات كتيرة جدا جدا، فيديوهات وكورسات طويلة على اليوتيوب ببلاش او على ويب سايتس كتيرة اللي هو الاشتراك بتاعها ممكن يبقى 50-100 جنيه في الشهر، اللي هو يعني بقت شحنة موبايل ولا 8 وجبة بتجيبها برا او اقل من 8 خروجة مع اصحابك يعني. فمصادر التعلم هتكون متاحة، قراية وفيديوهات وبودكاست تقدر تسمعها، النوليدج شير بقت رهيبة جدا. فاحنا كده أول خطوة إنك تلاقي شغفك أو تحدد أنت عايز تروح فين، لأن أنت لو مش عارف أنت عايز تروح فين مش هتعرف تروح في أي حتة. بعد كده عرفت هتروح فين هتبدأ تتعلم الحاجة دي. بعد كده بنوصل لمرحلة السي في رايتنج، وهتكون دي جزء من التعلم اللي أنت وصلت له في المرحلة التانية. انت بتتعلم الجزء التكنيكال في مجالك ايا كان انت عايز تشتغل ايه، عايز تشتغل محاسب، عايز تشتغل محامي، عايز تشتغل مسوق الكتروني، عايز تشتغل جرافيك ديزاينر، كل الحاجات دي متاحه انك تتعلمها اونلاين. وجنب التعلم بتاع الحاجه دي انت بتتعلم ازاي تكتب السي في بتاعك، وعندنا على اليوتيوب شانل بتاعتنا على تيفل شيب أبلة بسمة عامله لنا كورس عن ازاي تكتب السي في بتاعك بالخطوات، وحتى سامبل من السي في بتاعها هي كمان، وماشيه خطوه بخطوه كل سيكشن هتكون بتكتب فيه ايه والنصايح بتاعته وكل حاجه انت محتاجها. مازال بالرغم من ان في كورسات سي في كتيره جدا جدا، ولكن الواحد بيشوف سيفيهات للاسف ضعيفه جدا جدا، فيها مستيكس رهيبه في الفورماتنج او تنسيق الكلام، فيها مستيكس في السبيلنج، انك تبقى كاتب السي في بالانجليزي وبتقول تحت خالص ان انت فيري جود ان انجلش، وفي الاخر الاقي سبيلنج مستيكس وجرامر مستيكس، وحتى في الكابيتاليزيشن يعني حاجات بس الحروف تبقى كابيتال امتى وسمول امتى. فنخلي بالنا جدا جدا من السي في، هي اتس سكيل يو نيد تو ليرن، يعني هي مهاره وبتقدر تتعلمها، مش عيب ان انا اروح ادور على كورس للسي في حتى لو الانجليزي بتاعي كويس، ده في فورماتنج او في طريقه معينه انا محتاج اشتغل عليها. ده السي في. بعد ما خلصت السي في بيبقى قدامي بقى ان انا ابدا البحث. البحث هنا في اكتر من طريقه، وممكن نلخص يعني اهم الطرق فيها. ناس كتير مثلا بتقول انا ما بلاقيش شغل من على لينكدين، انتوا عمالين تقولوا دي اكبر سوشيال نتورك او بروفيشنال نتورك على الانترنت ودي اللي عليها الناس كلها، وهلاقي شغل واعمل بس اكونت وهتلاقيهم بيجروا وراك. ما هو انت مش بتعمل اكونت وتسيبه، انت محتاج الاول تتعلم ازاي تعمل اكونت بروفيشنال، يعني تعمل اكونت تكمله كله بحيث ان هو يبقى بنسميه سيرش فريندلي، يقدر يظهر في نتائج البحث، عشان نتائج البحث بتاعت لينكد ان زيها زي جوجل زي
زي اي موقع بيبقى في حاجه اسمها سيرش انجن اوبتمايزيشن، اللي هي تهيئه الاكونت بتاعك او الموقع بتاعك لمحركات البحث عشان يقدر الاكونت بتاعك يظهر في محركات البحث دي. فانت بتستخدم كي ووردز مختلفه او كلمات مفتاحيه في الاكونت بتاعك. ازاي تبقى كاتب الاكونت بتاعك صح، حاطط الوظائف بتاعتك، الشهادات، الكورسات، الامتحانات الدوليه اللي انت واخدها، تبقى كاتب في السمري بتاعك كلام مناسب عن خبرتك، تبقى الهيدلاين، الصوره، اسمك، كل الحاجات دي. يعني بتبقى في تفاصيل كتيره جدا. تقدر برضو تشوف كورس لينكد ان على قناه تيفل شيب، واللينكات اللي انا بذكرها كلها خلال اللايف هتكون موجوده في الديسكربشن ان شاء الله. فكورس السي في موجود، كورس لينكد ان موجود، ولو ذكرنا اي حاجه تانية هتلاقيها برضو موجوده على اليوتيوب شانل، وموجوده طبعا في مصادر تانية كتير. يعني whatever you like او اي مكان انت بترتاح فيه، المهم انك تتعلم الحاجه، مش مهم تيجي تتعلمها على قناه معينه يعني. فلينكد ان انت محتاج تستخدمه. اول حاجه انك بتعمل الاكونت، بعد كده بتبدا تكونكت مع الناس. الموضوع مش بس عملت الاكونت وركنته وهم اللي هيجولي. ايه اللي يمنعك ان يكون عندك مثلا 30 40 الف كونكشن؟ ودي مش ارقام يعني كبيره او عادي. اهتم انك تبني الكونكشنز بتوعك او تبني النتورك بتاعتك عشان توصل للناس دي. لكن انت عملت الاكونت ويا دوبك وصلته لبلس 500 بالعافيه، اللي هو بقى عليه اكتر من 500 واحد بالعافيه، ده كده انت ما وصلتش لحاجه. الموقع عليه ملايين ومصريين وعرب واجانب وكل حاجه. فتبدا تشوف الاماكن اللي انت عايز تروحها، الشركات اللي انت عايز توصل ليها وتشتغل فيها، تدخل عندهم، تكونكت مع الناس اللي شغالين فيها، تسالهم انا دلوقتي عايز اشتغل التايتل اللي انت واخده ده. انت مثلا دلوقتي بروجكت مانجر في شركه هواوي، فانا دلوقتي عايز اشتغل نفس التايتل بتاعك ده، اعمل ايه؟ عايز تشتغل مثلا جرافيك ديزاينر في شركه مش عارف سامسونج. فتكتب تدور على الناس دي وتسالهم، مش بس الشخص اللي معاه نفس التايتل بتاعك، ممكن الاتش ار، ممكن التالنت اكوزيشن، ممكن ناس في اي مجال ممكن يبقوا ليهم علاقه بالشغل بتاعك. ومش لازم الشركه اللي انت عايز توصل لها بس، شوف ناس تانية في شركات تانية واعرف منهم ازاي تحسن من الاكونت بتاعك، ازاي تحسن من الشغل بتاعك. فلينكد ان هو كنز، بس الكنز ده احنا لازم نحفر عشان نطلعه. فلينكد ان برضو انت عشان تستفاد منه لازم تتعب شويه عليه، تبني الاكونت، تبني الكونكشنز بتاعتك او النتورك بتاعتك، وتبقى بتتواصل مع الناس وما عندكش مشكله في الرفض. ابعت واساله، رد عليك ماشي، ما ردش خلاص، يعني ما انت ما خسرتش حاجه. هتخسر لو انت ما جربتش، لكن لو انت جربت وهو ما ردش عليك عادي، صوت يعني. ما احنا ياما يعني اترفضنا في حاجات كتير. انت بتترفض اكتر ما بتتقبل. يعني انت ممكن تكون بتترفض بتشاور الميكروباص ولا التاكسي، ما هو بيرفضك ايه يعني؟ سواء التاكسي هو اللي بينقي مين اللي هيركب معاه. فبرضه انت هتكونكت مع الناس، والله هتبعت كونكشن ريكويست، قبل قبل، ما قبلش خلاص، يعني انت ما خسرتش حاجه. فيعني لينكد ان، مش عايز ادخل في تفاصيل قوي في لينكد ان بس ونسيب باقي الرحله كامله، بس لينكد ان حاجه مهمه جدا 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 لا غنى عنها. حاول تستثمر فيه وقت اكبر من اللي بتستثمره في الفيسبوك والتيك توك وانستجرام. دول مش هيجيبوا لك غير الاكتئاب. لينكد ان ساعات بيجيب للناس اكتئاب برضه، تو بي اونست، بس يعني بيجيب اكتئاب حميد شويه، ان هو انك تحس ان في ناس بتوصل، او واحد بيقول لك خدت الشهاده، واحد اترقى، واحد مش عارف اشتغل. يعني احنا ربنا ما يجيب اكتئاب لاي حد، بس ممكن ده يشجعك انك تشتغل اكتر على نفسك او تدور على كورس زي اللي هو خده، احسن من انك عمال تشوف واحد بيقول لك انا مقضيها في الساحل، واحد بيتفرج على عربيتي ويتفرج على الفلوس، حاجات مش هستفاد منها. يعني ده كان بالنسبه للجزء الخاص بلينكد ان. في نقطه تانية برضو انت ممكن تفكر فيها، وهي عارف لما بتبقى معدي من قصاد محل ايس كريم وينده عليك كده يقول لك خد ايس كريم ويدي لك معلقه، او مثلا واحد بتاع عطور برفانات كده يصر عليك انك لازم تاخد البرفيوم ويروح حاطط لك كده بختين، هو بيعمل كده ليه؟ في السيكولوجيه بتاعت الانسان كده، علم النفس، ان انا دلوقتي لو خدت حاجه ببلاش انا مش متعود اخد حاجه ببلاش، انا لازم ادفع قصادها. فهو اداني معلقه ايس كريم كده ببلاش، طب ما اشوف هو عنده ايه واشتري اي حاجه، حتى لو يعني اشتري نوع واحد ارخص حاجه عنده. نفس الكيس دي بقى اعملها في البيزنس، اعملها في بحثك عن الشغل. اعمل بورتفوليو بيعرض شغلك، اعمل حاجه بتعرضها على الشركه اللي انت عايز تشتغل فيها. انت دلوقتي عايز تشتغل معاهم بيزنس ديفلوبر، اعمل كده خطه للبيزنس ديفلوبمنت استراتيجي بتاعتهم وروح اعرضها عليهم، ابعتها ليهم على الايميل، ابعتها لاكتر من حد على لينكد ان، كونكت معاهم كلهم واعرضها عليهم. الناس هتشوف شغلك وهتقدر تقيمه.
حتى لو انت جونيور، لو انت لسه في الانتري ليفل، ما هو ممكن يبقوا عايزين يعينوا حد في الانتري ليفل، هم مش عايزين يعينوا كوميرشال دايركتور هيدوا له مثلا 80,000 جنيه، ما عادي عايزين يجيبوا واحد برضه بزنس ديفلوبر ينزل يخبط على الناس في الشارع ويدوا له 4000 جنيه زائد كوميشن. انت خسران ايه يا عم؟ انت كده كده هتعمل ده، هتزود البورتفوليو بتاعك وساعتها هتشيل اسم الشركه. يعني انت مثلا رايح دلوقتي لشركه في القطاع الطبي، رايح مثلا صيدليات رشدي ولا صيدليات مثلا العزبي ايا كان اسم المجموعه الكبيره اللي انت رايح لها، مثلا هتكتب البروبوزل وكاستمايزد وبراندد باللوجو بتاعهم والالوان بتاعتهم وكل الكلام ده وتبعته لهم. قبلوه ماشي، ما قبلوهوش خلاص هتروح شايل اللوجو وحاطط عليه لوجو صيدليات تانية، مجموعه صيدليات تانية، وتغير البراند وتغير بقى في الايتيمز اللي جوه. يعني كل شركه اكيد ليها حاجه منفصله او مختلفه عن الشركه التانية، وهتقدمه هنا كمان. والله قبلوا بيك وراديو، تعالى نعمل انترفيو، تعالى نعمل ديسكشن اكتر على اللي انت كتبته، فما فيش مشكله. والله بقى ما فيش حد فيهم قبلك خالص، عادي هتشيل اللوجوهات كلها وهتحط ان ده جزء من البورتفوليو بتاعك، ان انت عملت ابحاث في الموضوع. ودي بتبقى يعني دامي تاسكس او انونيمس تاسكس اللي هي مجهوله، انا مش بعمل الشغل ده للشركه دي عشان هي اللي طلبته مني او انا افليتد ليها او كونكتد ليها باي طريقه، لا انا اللي خدت منهم فلوس ولا هم يسمعوا عني، بس انا بعمل ده، بعمل الشو ريل بتاعي، عارف يعني مثلا الديزاينر ولا الفوتوغرافر ولا اي حد بيعمل حاجه فيها تصوير وانيميشن وفيديوز بيروح عامل شو ريل كده اللي هو فيديو حاطط فيه لقطات من كل حاجه عملها، او مثلا واحد بيشتغل فويس اوفر فيروح عامل لك شو ريل كامل كده، في مثلا حاجه بيقولها بالعربي، حاجه بيقولها بالصعيدي، بالخليجي، بالانجليزي، باكتر من لهجه، ويسمعك كده جمله من كل اعلان عمله. هل هو لازم يكون عمل الاعلانات دي؟ لا، والله فتح التلفزيون لقى اعلان شامبو، راح قايل الشامبو دوت جميل قوي، راح قال الجمله دي، بعدين لا اعلان شيبسي، بعدين لا اعلان حلل تيفال، بيعمل كل الحاجات دي ويحطها ورا بعض في تراك وينشره على كل المواقع، يعمله مره فيديو على اليوتيوب، ومره ينزله في فيديو على الفيسبوك، ومره ينزله على الساوند كلاود، ومره ينزله مش عارف على فيميو، ويلف بيه على كل حته. اي مكان ممكن يبقى العميل بتاعك موجود فيه او البوتنشال كاستمر بتاعك موجود فيه بتبني كونكشن معاه او بترمي فيها ايه طعم كده يمكن يجي وربنا يفتح عليه. فدي الفكره بتاعه البورتفوليو. البورتفوليو ده لو انت مالكش سابقه اعمال اعمل كده دامي تاسكز او اعمل انت دامي بروجكتس، ابنيها مع نفسك وابعتها للشركات، ويعني ده انت بتتعلم وبتجرب وفي نفس الوقت بتحاول ان انت تشوف هتوصل معاهم ليه. الى جانب ده بتبقى شغال على التسويق الشخصي بتاعك البيرسونال براند، بدل ما احنا قاعدين برضو على الفيسبوك بنسميها كونتنت كونسيومرز اللي هي مستهلكي المحتوى، لا احنا بننشئ محتوى. وانشاء محتوى هنا ما بقولش ان انت هتبقى يوتيوبر ولا انفلونسر ولا فاشينيستا انتربرنور مش عارف ايه الاسامي اللي لازم تبقى تشتغلها دي، لا خالص. كونتنت كرييتور انا ما اقصدش بيها ان انت يبقى عندك مثلا 1000 سبسكرايبر، لا يعني ما انت هيبقى عندك 1000 سبسكرايبر كبدايه، لكن اقصد مش ان انت بقى عندك مليون سبسكرايبر او 100000 سبسكرايبر، لا عادي ممكن يبقى عندك 1000 2 3 اللي هم الناس اللي انترستد في الحاجه اللي انت بتعملها. انت دلوقتي والله بتشتغل مدرس انجليزي، طب ما تعمل كورسات كده عن الانجليزي، اعمل فيديوهات عن الانجليزي. طبعا الفيديوهات كتيره قوي ايديومز وبتاع، بس اعمل حاجه تكون مناسبه بتشو الشغل بتاعك. هتلاقي مثلا على قناه تيفل شيب كورسات لمدرسين الانجليزي، كورسات للانجليزي بالمستويات المختلفه من اول مبتدئين لغايه ادفانسد. فده عباره عن ايه؟ انت زكاه علم بتفيد الناس وبتعلمهم، وفي نفس الوقت بتوريهم شغل من الشغل بتاعك، عشان اللي انترستد في حاجه زي دي وعايز يدفع فلوس هيكون مين اول واحد يفكر فيه؟ هو الشخص اللي كان بيساعده من غير فلوس في الاول. انا دلوقتي واحد عمال يوريني كونتنت ويعلمني ويفيدني من غير ما يقول لي هات فلوس. فاول ما هفكر ان انا فعلا عايز اخد كورس ستراكتشرد كده 1 2 3 ماشي بخطوات، هيكون ده اول واحد هيجي في بالي. هو ده اللي بنسميه اون توب اوف ذير مايند، اللي هو اول واحد في بالهم. ممكن يبقى في ناس ثانيه كتيره جدا جدا، بس ده اول واحد هيفتكروه. فالتسويق الشخصي ده هو اللي بيأثر المسافه بتاعتك عشان توصل للناس بسرعه اكتر. التسويق الشخصي ان انت هتعمل مقالات، هتعمل بوستات قصيره او مقالات طويله، هتعمل فيديوهات، والله عايز تعمل ريلز على التيك توك وانستجرام ماشي، يعني وان كنت مش بحبهم قوي بس تمام. عايز تعمل فيديوهات طويله اكتر ماشي، تبقى على اليوتيوب. عايز تعمل برزنتيشنز وتنزلها على اللينكد ان كبي دي افز كده، بتنزل على اللينكد ان بقت جميله جدا. كنا زمان نقول مثلا زي حاجه زي سلايد شير او غيره من الويب سايتس، دلوقتي على اللينكد ان الموضوع بقى لطيف جدا.
عايز تطلع لايف فيديوز وتتكلم مع الناس على التوبيك بتاعك هيبقى جميل جدا. البيرسونال براندنج وكونتنت كرييشن فور بيرسونال براندنج او انشاء المحتوى بغرض التسويق الشخصي موجود برضو كذلك الكورس على القناه على اليوتيوب على تيفل شيب، موجود على ينفع وعلى اعمل بيزنس وبلان بي، موجود على اكتر من ويب سايت. ما بتحبش الفيديوهات وبتحب القرايه، الكتاب موجود، كتاب التسويق الشخصي من الالف للباء، بيمشي معاك خطوه بخطوه في طريقه عمل المحتوى. نمشي كده 7 خطوات او 7 مراحل، من اول البحث وبعدين ان احنا هنكتب المحتوى ده لمين، وبعدين هنكتب المحتوى من انهي اتجاه او نختار ازاي الموضوع بتاعنا، وكتابه الموضوع واختيار الصوره واختيار العنوان، وبعد كده مراجعه المحتوى، كل الحاجات دي ازاي ان انت تعمل الحاجه المناسبه للتارجت اودينس بتاعك او الناس اللي انت هتكون بتفيدهم او ان انت بتستهدفهم عشان يعرفوا عنك، وبالتالي يبقى في ما بينكم علاقه شغل بعد كده. فالتسويق الشخصي ده ليه صور كتيره جدا، المهم ان انت تبدا في اي واحده فيهم، مش مهم ان انت تعمل انهي بالظبط، ولكن ان انت تبقى ده جزء من الروتين اليومي بتاعك. يعني البحث عن وظيفه هو بيعتبر فول تايم جوب في حد ذاته، يعني انت ممكن تبقى بتقضي كده كل يوم 8 ساعات عشان تشتغل على التسويق الشخصي. ساره بتقول اجيب الكتاب من فين؟ مع تيفل شيب، هتبعت لهم هتقول لهم على الكتاب، هيبعته لك طريقه يعني شراء الكتاب دوت، كله مع صفحه تيفل شيب. يا ساره صباح الفل عليك. بعد كده بنتكلم على جزء من البيرسونال براندنج، هو انك تكون موجود في المكان اللي الناس بتدور فيه على الناس اللي زيك. يعني انت دلوقتي حاجه في الكرييتيف اندستري تبقى موجود على مثلا سينك كوميونيتي، انت موجود في حاجه ليها علاقه بالبروجكت مانجمنت يبقى تيجي تحضر معانا البروجكت مانجمنت راوند اب، ولا اي حاجه ليها علاقه بالبروجكت مانجمنت. بتدور على حاجه ليها علاقه بالتدريس تبقى موجود على الجروبس اللي ليها علاقه بالتدريس، وجروبس هنا موجوده على الفيسبوك على انستغرام فيسبوك وتليجرام والواتساب. فالجروبس كتيره جدا وموجوده لكل قطاع، بل يعني في سب جروبس لكل حاجه. يعني لو انت عايز جزء معين مثلا في التعليم، انت دلوقتي مدرس انجليزي، في مدرسين للكي جي ومدرسين الابتدائي ومدرسين الاعدادي، في جروبس لكل فئه يعني. فانك تتواجد وسط الناس دي، طب انا هتواجد معاهم اعمل ايه؟ الناس دي بتتجمع بتتناقش في ايه؟ ما بتتناقش في الشغل، يا اما بيشيروا كورس، يا اما بيشيروا وظيفه، يا اما حد بيطلب ترشيح لحد يشتغل، يا اما حد عنده سؤال فانت تجاوب على السؤال ده فتظهر وسط الكوميونتي ده، انهم يبقوا عارفين ان في شخص بنقدر نرجع له او عنده معلومه. ما انت دلوقتي لما تبقى في واحد سال وانت عندك معلومه اكبر منه بمستوى واحد واديته المعلومه دي، بعد كده حد تاني سال وانت اديته المعلومه فبان ان انت اكسبرت، مش هقول يعني ان انت فيك اكسبرت، بس انت عندك مستوى هنا اعلى من الناس دي، مع ان في مستويات تاني فوق كتير خالص، بس احنا عايزين واحد في الانتري ليفل، واحد جونيور عادي. لو انت اكسبرت كان بها ده حاجه تبقى احسن واحسن كمان. فالفكره من تواجدك في الكوميونيتيز دي هي ان انت تساعد وتتساعد، ان انت لو عندك معلومه هتشاركها مع الناس، لو انت عندك سؤال هتسال الناس عليه. بالنسبه للبورتفوليو، ان انت زي ما اتفقنا تكوينك للبورتفوليو او بتعمل دامي بروجكتس للشركات او لكلاينتس او بوتنشال كلاينتس، انت بتجمع البورتفوليو ده بقى في اكتر من صوره على حسب طبيعه البيزنس بتاعك. لو هي حاجه مرئيه هتعمل فيديو او ساوند تراك، لو هي حاجه هتعمل عليها برزنتيشن وبتجمع فيها صور ولينكات، فممكن تبص على البورتفوليو بتاعي هتلاقيه بيند على الاكونت بتاعي على الفيسبوك. سيم فور ابلا بسمه، هتلاقي برضو البورتفوليو بتاعها موجود على الاكونت بتاعها على لينكد ان وعلى الفيسبوك وهكذا. فتقدر تبص على يعني سامبلز للبورتفوليوز، وموجود طبعا سامبلز كتيره برضو اونلاين. نيجي بعد كده لمرحله ان الناس اقتنعت وقالوا خلاص احنا هنشتري من الراجل ده. ففي الحاله دي بيقول لك مثلا تعالى انترفيو. فانت لما هتروح الانترفيو هتبقى عايز تتعلم ازاي تعدي الانترفيو او الانترفيو سكيلز، الانترفيو براندنج ده في حد ذاته حاجه او مهاره احنا بنحتاج نتعلمها. في ناس بتبقى شاطره جدا 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 كمستوى تقني او فني، ولكن لما بيقعد في الانترفيو ما بيقدرش يسد، ما بيعرفش يجاوب، ستريس، مش محضر. كل ده انت محتاج تتعلمه. اجين في برضو مصادر تعلم كتير جدا جدا، عندنا الكورس على اليوتيوب شانل بتاع تيفل شيب، هتلاقي كورس على الانترفيو سكيلز، بتعمل ايه قبل الانترفيو واثناء الانترفيو وبعد الانترفيو، ولو انت محتاج ديمو ايا كان المجال بتاعك انت ممكن يطلب منك ديمو. ديمو ده يعني
طقطوقه صغيره كده من الشغلانه الكبيره اللي انت هتكون رايح تعملها. فتيجي تقول لنا الديمونستريشن دي او الديمو الصغير ده هتتعامل معاه ازاي؟ لو انت يمكن ده اشهر شويه بالنسبه للترينرز، ولكن لو انا برضو جايب ديفلوبر، لو جايب حد هيكتب كود، انا عايز اشوف هو البروبلم سولوشن عنده او البروبلم سولفنج سكيلز بتتعمل ازاي وبسرعه ولا لا، وبديله اون ذا سبوت كده، بديله بروبلم واشوف هيعمل الكود بتاعه ازاي، او اديله كود عندي اوريدي واقول له والله الموضوع ده بياخد وليكن 70 ثانيه، الكود ده عشان يران بياخد 70 ثانيه، انا عايزك تعمله لي دلوقتي تقلل الزمن ده واشوف هو هيقلله لغايه 5 ثواني ولا هيقلله 10 ثواني ولا هيقلله لغايه قد ايه. فدي حاجات بتبقى اسمها ديمو، ايا كان بقى كل واحد في وظيفته بيشوف الحاجه المناسبه اكتر هيعملها ازاي. فدي كده يعني تعتبر ملخص للرحله كامله، انت بتمر بايه من اول اصلا ان انت تحدد انت عايز تشتغل في ايه، تتعلمه، تعمل السي في، تعمل التسويق الشخصي لنفسك ان انت هتكلم الناس على لينكد ان، هتعمل البورتفوليو، هتعمل فري سامبلز للناس تبعتها لهم، ان انت تبقى شغال على التسويق الشخصي طول الوقت، الموضوع يتسقف فول تايم جوب في حد ذاتها زي ما اتفقنا، وبعد كده يبقى عندك الانترفيو سكيلز لغايه اما ان شاء الله تتعين في المكان المناسب وتبقى مبسوط في الشغلانه اللي انت فيها. الكلام ده مش بس للباحثين عن الوظيفه وهم دلوقتي فول تايمرز، الكلام ده للفول تايمرز والبار تايمرز والفريلانسرز ولكل الناس. ما ينفعش ان انا ابقى بعتمد على مصدر دخل واحد، انا ببقى عايز اعتمد على اكتر من مصدر دخل، يعني الاوضاع مش مستقره ويعني ربنا يسترها على الناس كلها، ولكن ان الواحد يبقى عنده اكتر من مصدر دخل ده بيبقى احسن. بنشبهها دايما بالترابيزه اللي ليها 4 رجول، لو رجل اتكسرت ولا اتلوحت فعندها 3 مسنود عليهم، لكن لو هي ترابيزه واقفه على رجل واحده، الرجل دي لو اتكسرت هتقع الترابيزه ومش هنعرف نستخدمها خالص. فانت مصادر دخلك عامله زي ارجل الترابيزه دي يعني. وجودك في عمل البيرسونال براندنج بيزود لك فرصك في الفول تايم جوبز وكذلك في الفريلانس. ده كان ملخص يعني الرحله كامله. انبسطت بان انا اشارك معاكم النقط دي والاسئله اللي اتسالت في النص. لو حد عنده اي سؤال بقى تاني غير اللي كان موجود في الكومنتس وناقشته خلال يعني الكلام، خلونا نبقى نتناقش فيه بعد كده اوفلاين، ممكن تبعتولي بعد كده او في الكومنتس مثلا انا هبقى ارد. بس كده، بالتوفيق ان شاء الله، ويا رب كل الناس تشتغل في اماكن بتحبها وتبقى مبسوطه فيها.